والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزير هذا حكومة جمهورية فدرالية الصومالية هل كان فضية حجبان هذا سنة ريسكا خيار تكر الدول مرعي ناموسكا وإنجله أخوياها خبره يدمان تدك كسوة قيب العاو بناسبة دان حزبية السياسية وغرفو دانو جيدو دمانتي وسلامنتي سلام الله عليكم. سلام كدي بحارة وعمرك كواد هنا أمه العريو صاحب كان فقيها قود حزبك UBD مضاني الجبان عبد الرحمن محمد حسين أدواء هي حزبك ابن هيسا هل كان مارا تعاون نوسو غنطاليي مناصبة دان وين أو لغدو دي سيد اللوغر جلينكرو عناك حزبية السياسة دلك وأنا موضوع ساعدة إهدى تاغي دلك صوماليا تولو إيه قبل إيه قرن إيه دول قبلات إنتبه موضوع حدا لغن نقاشيو وضوضو كسعتوه مركبان أمهد علنيا إنه يهرموت ونغضان عاوي حرس بيدا ديوان كشن إن ضوضان ولبا رقا اللغو تضميو فيلا صوماليا إيه جوغان إن فيلا صوماليا تيم كيلو تضميي أيوغو هرمودو نغضان وسوي استعان وارنت عن كذا واجع فنتي واجيس إنما ديري هو سنة ده هو ضم بيا لزجاج جري سنة دول بق وحتى وحو يالو تحزبيا لو ذي حزب في له صومالي حزب يوم الحين ضل كنا وحال الربع حزبيا اللي جه قريب مركب عشان حتى إن لصوبن ديجو إيرلير حلو ربع وكم أدعلنا ضداني وحيت هاي ماشى على كل هاي كلمة ده حكومة الدم قرن سريع واركتها سريع لو هكلينا يا هالشيء تدي لجاري يبص على سنا حزبية بدن وار حكومة ده كتر سنة هاي عدم مبين حكومة ده قارها وزارة أرمة قدها أيام مجيء لكو عليا حكومة الدم قرن وحيك جوابي سه دور سؤال هذا مهمة أيك جوابي سه سؤال شكو هذا واحد تاعي دور شديد ضد بنيد دلك عن قصة السعودية سنة ذي هي لواتني دور كسنة صدق هي لواتك هي سنة الصودا دور شديد ضد بنيد دلك قصة السعودية إهانة ده هي مصقة هي حس اللي درده كله رنيد ما تهاي مد لوحي سيو أو لغو نقنكرة أو دلك عن لغو هنكرة ما يهوه سيدات بروفيسور شيخ ما دام علو نغون كرين وان ودك له بديله له لو قصد وما يا اي نو تاغن تاغن بس لو من نغون كرو تي سنه كي فرك لو كون لبي لو تنكي اي كوبي لو تنكي اي او دنبيس رات كي تاس لو من نغون كرو كونتون اي شان سنه كدب سؤال شلبا لو جواب اي وحيتا كونتون اي شان سنه كدب وقت كفر الصوماليا ما اوت إن يكبدوا تو نظام كحلك حزبي أما كلي ترسني ماذا حلقي فوضى هي حلقي دور شوي إن كضبان كونتون إيشان سنة كذب متى هاي مركي اللي جاب بلها سؤال شاسنا أيضا لقى جواب أيوه وات هاي وياها ولا جواب كونتون إيشان سنة كذب لمسي ودي كره إن عندكوا صدق كونوا قف إنه يوحد دورتان صدق أكون وقف وحي هاي سنة كلا صورنا فيه دور شيء هاد ودن بيسي لواتني سديت كندت كدو وحلبانا دا صور دورتي إيا لبا كنا أيقنا حلبانا دي سوجر إيو ريال إيو سي مارك قبا إيو بارمانا دا دولة دا دولة قبلة دي دا صدق كن إنه لواتن كنا لواتن مليان وقف إيو حد دورتان إيا دانا لما سيولي حرم تاسنا واسؤاش لبادو لبي جواب أيو سؤالش صدحات لقى جواب أي وحيدة حسيلوني ده هذا حتى ذلك كجيل تبغى ولا ذقارف كل جواب وحيسلك كوهي عن دورش مدة قدام بيسي مدة هذا جروه كتاعي شلي ده هذا يمانتي وحيكوهيان وحيلقت كوهي ساه
وقتي أن كل شيء ناي دور شده هنقول عنه يتهون لقابه وكان كمشي قبل كده أرين تكتاعن يدرو أرين دور شو لوت كويس إيران مد كتاعن وامد دور شو يدرو دمده كويس دمان حسيلون الدهر هذا مرك قبل هذا يدهون كقارته كجرا دمان تو دور شو دور شدي ضد بني كي لو معرايي ايي سلك كو هيسا سداس اوغيد ايدنا دي دلكينا حسيلوني درو ما ربنا سو نوق نوقتا او لغا بخاين وحنو ربنا انو حسيلوني غارو تاسنا انا كا غودبنا هي قصب وي او ددكو اي دورتان هوغاميهودا صندوقا و خي وسو بخانا اي كو قنعان مركز كو كدمدي حدا وها وي فرصتنا لما سي ان كو عدينا ددك لي ارينتا افراد و خيتا حالده سوماليا كو سوغنتاي سياسة ولين ربيتان كسياسة ذات دولة دهه هي دولة جبلادية ذات حارة بلشو تن أمني مسامح يسار إن ذلك دور شق في عضيه كنعه هي وقت الله يست انتبه انتوا وح انتبه وح ليهن ها أيضا أيضا أنت عسمرك لقى جوابه أو نعم oo de farenta socotay kulli wulada systemka hadda la qaatay oo doorashada oo BR ka oo closing listiga ayaa wuxuu saamaxaya intii codayn kartay inay codayso sanad markii doorashada la gaaray intii codayn kartay inay codayso Puntland 107 kuma noola 107 kuma codayso Soomaaliland 706 kuma noola intii codayn kartaa codayso siyaasadeed intii codayn kartaa inay codayso وتوضو ان مدرب كما غنين لكن عقل له اللعب مهم ما هان ما دمسترنت سنه كواد بقول كي بلخدن ما تاي سنه كواد انت ابي تهي مهمه ما هلا لكن ودادين عقل سهره مهم مهمه ولي هي مركا ان استاذ ادوا حلبانك ايا كدواجي مهمه حزبيه ولي هل كان هشيس بلو قال todobi laba tan kibisha hadda la soo dhaafay heshiiska asruntii wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah aniga habeenkii todoba saac oo habeenkii ma la akhriyay xilliga dubba waxaan qan jiray akhriyay wa habeenka kaliya waa ku farxad dubba wax fiican ma sheegi jirin saaxiibka ah laakiin habeenka aan isiri wax umada taariikh u leh ayaa ka dhawaajisay wey oo lagu dhiibay oo ragii odayaasha ahaa oo madaxda ahaa ay go'aan ku gaareen heshiiskaas runtii wuxuu lahaa 12 qodob oo ahaa 3 qodob dib loo dhigay 9 qodob oo ka mid ah waa lagu heshiiyay xisbiyada waa lagu heshiiyay in xisbiyada dalka lagu galo ilaa heer dowladaha hoose dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka waliba labada xisbi oo ugu codka badan doorashooyinka dowladaha hoose inay kor u kacaan oo isbahaysiyo waaweyn iyo xisbiyo waaweyn oo hore u kacay noqdaan waxa runtii golaha shacabka in lagu soo doorto oo aanu bixiyay aniga siraadkii dadkii siraadka la soo marsiyay siraadka akhira waxa weey dun yar baa lagu dul socdaa baa leeyahay dun baa dun taasa lagu dul socosiyaa dadka marka hadda xilibanada ay doonanayaan wax badan oo aanu qalmin sharafkooda iyo karaamadooda wax badan oo aanu qalmin dannimadooda ayaa lagu dul socdaa runtii wax badan bay ka dhacdaa taasna waxaa la yiri sanadka soo socota hadii la yiraahdo xilbanaanada federaalka waa inay doorasho toos ah dastuurkaana sidaas qoriyay qodobka shanaad wuxuu sheegayaa in golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada ayaguna xisbiga looga tartami doono dowladaha hoose si la mid ah waxaa la madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka in lagu saleeyo nidaamka xisbiyada badan iyadana dhammaan wixii la dooranayo dhan xisbiyada lagu saleeyo arrintaas marka runtii dadka Soomaaliyeed waxay u tahay waa cusub oo bariyay waxaan aaminsanahay anay 2016-kii dadkii xisbiyada ka shaqeyn jiraana waxaan maxkamadda sare ku dacweynay Cumar Cabdishiid Ra'iisul Wasaare oo xisbi sharcigii lagu dhagsay gudiga madaxa bannaan oo doorashooyinka qaranka
ayuu meel gashada markii wasiirka odowaha uu soo gudbiyey oo xukuumadda u gudbiyey. maxkamadda sare caydidilka xanaf ah joogay dacwaa geysanay, caydid waa qabtay, isbuuc baa lagu xaliyay arrinta. golaha baarlamaanka la horgeeyey cumar wuxuu leeyahay hadda suurtagal maaha haddana doorasho ka waran. 2016 sharciga hoos u gashanaya, haddana weli doorasho ka hadlaya. walaalkeen cumar, dadku way ka bislaadeen, way bislaadeen, laguma sii hayn karo meel hoose, laguma sii hayn karo. marka guud ahaan waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado xukuumadda dan qaran priorities iyo arrimaha u horreeyay u tahay dalkan taariikh in la dhigo, in dadkiisu ay codeeyaan, dadkiisu kama xuma oo dimuqraadiyaddu 1986 baa la isdoortay. maar xitaa xilligii iyadoo xor lahayn ayaa la isoo doortay oo doorasho hadda wax cusub maaha. waxaa la isoo doortay xilligii xorriyadda la noqday oo la yiri madaxweynaha keliya oo afrika wuxuu ahaa aadan cabdulla cusmaan, si nabadgelya xukunka ku wareejiyay xilli inqilaabiya iyo askar tiro badan ay joogtay. taariikh fiican baa ku leenahay doorashooyinka marka araan. dadkii oo kasii bislaaday, kasii aqoon batay, kasii dhaqaalo batay, magaalooyinkii oo batay, wacyiga dadku aada u kordhay, dad badan oo aqoonyahan oo runtii wadamo doorashooyin ay ka dhaceen nooga soo laabtay oo qurba jooga, iyo anagoo maalin kasta shaashadda orduqaan uga ducayna oo dimuqraadiyadda iska jecel. dadka soomaaliyeed oo dhan waa tiyo adda ayaan dhaweyd markii turkiga ay ka socotay, waxaa moodaa dalkoodii doorashadu inay ka socoto. yacni siday laabta u hayeen iyo siday u danaynayeen marka la tirinayo xitaa. laakiin marka halkan la soo istaajiyo annagu damcana inaan isku tirino, nin baa boodayo leh maya, taas suurtagal maaha. dadka kalena la jecel iyo meelaha kale in doorashadu ay ka dhacdo. guud ahaan marka runtii waxaa la rabaa, xukuumadda waxay qaaday tallaabo horey lagu soconayo. hadda waxaan ku guda jirnaa shuruucdii guddiga lagu aasaasayay, shuruucdii maaragtay doorashooyinka oo wax iska bedeleen, sharcigii xisbiyada oo wax badan iska bedeli doonaan, shuruucdaasoo dhan wasaaraddu hadda gacantay ku haysaa, iyo xaafiiska madaxweynaha iyo prime minister iyo xaafiisyada ay kusiisa oo dhan wadatashina dee bulshadana waa loo gelin doonaa, iyo dowlad goboleedyadaba. weliba hadda sanadkan wuxuu ku duwan yahay hal guddi doorasho ayaa maamulaya doorashooyinka qaranka oo dhan, min dowladda hoose, dowlad goboleedka, ilaa dowladda dhexe. majoritiga xubnihiisuna dowlad goboleedyaday ka imaanayaan. yacni geesinimada xukuumadda iyo madaxweynaha ay qaateen waxaa weeye guddigii badankiisii waxaa la siiyey dowlad goboleedyada la siiyey. meeshaas inaan dan gaarhi aysan ku jirin ama dan gaara laga fiirinayn ayay ka muuqataa. waxaan rabaa inaan dooda qaybteeda kale aan maaragtay lagudagalo oo fasaxo. aada iyo aada baan xisbiyadii u hanuun qabay oo halkan fadhiya muddada dheer ee 10 jeer inta la bistay sanad walbaaba doorasho dad badan lagu dhawaaqi jiray caaway waxay haystaan meelay ku dabaaldegi karaan. waa ujeedii in xisbigii UPD oo ustaad odowaha uu hadda hormuud ka yahay in uu caawa halkan kusoo bandhigay in dalku aadayo ishaaro ay tahay annagoo xukuumaddii ka tirsanaan leenahay dalku dariiqaasuu aaday. dariiqyadii iyo luqluqyadii dambe oo ciddii rabtay inay kusii hayso waa allaha ka soo aruursho. wixii laga sixi karo bini aadan baa gaaray heshiiska u dambeeyo qodobaa waa loo furan yahay, waa laga doodi karaa. arrinta ugu muhiimsan oo aadka dooda looga qabo labada xisbi baa ka bixi oo meesha lagu soo qoray arrimahaasoo dhan wax fixida oo go-aan maahana wax dood aqbali kara. adduunkuna kasoo dooday kana heshiiye weeye, laakiin duuduub ayaa gebigiisa ku diidanahay. wixii maaragtay la gaaray taasna lama qaadan karo. waxaa intaas dheer in baarlamaanku loo gudbiyey iyo guddiyada kuda shaqada leh wax ka bedelka in loo gudbiyey arrimihii la gaaray oo bisha shanteeda July haddii la yiraahdo dooda aan rajaynayna inay baarlamaanka bilaabato wax ka bedelka dastuurka oo ay socoto 3 bilood oo soo socota. dastuurkii muddada dheer waxa yiraa wax ka bedelkaasna in isagana laga gudbo oo dastuurka la eedayn jiray inuu aadda ka baxo oo aan aadda ka saarno. xaq waan u leenaa 10 sanaan eedaynayna dastuurkaas oo lahayna saa dadka iska horkeenaya qodobadiisa midba mid ku dhagan yahay kuma sii jiri karo dalkana, laguma sii hayn karo in hore loo socdo oo doodiisa la gudagalo. labada aqal ee baarlamaanka ka bilaaban doontaa. aad iyo aad baan u mahadsantihiin, waana bogaadinayaa.